اذا عنده تاثير على امراض اخرين كيف قلت لك ضعف تنفس الريه وداك الشيء لانه عندي الماء والبرد في الريه يعني شيء يحبسوا لي الريه تورك على القلب خاصني كل عام شهر 12 شهر 12 خاصني نمشي نصفي عندي الريه وداك الشيء ولكن ما يشوفش معايا ولكن عندي ميل ديال الطبيب ديال الاعاقه عندي اي حاجه اي شهاده اي سيرتيفيكا ميديكال اي دليل يعني اللي بغاه راه كلشي. السلام عليكم، المهم سميتي اشرف، عندي 19 عام، كنسكن في الدروه، يعني ماشي في الدروه السونتر في ديال الدروه، المهم واحد خرجت سيكونوميت من الدروه واحد العربيه تما، كنت كنقرا عادي نورمال يعني كنتزاد نورمال عادي. المهم راك عارفين نتوما المشاكل ديال العربيه والمعاناه وداك الشيء، رغم ذلك بقيت كنقرا بقيت مستمر في الدراسه ديالي ما بغيتش نتنازل، كون انني كنعاني من واحد المرض اللي سميتو ضمور العضلات ليموباتي، كاين انا وكنا حنا اربعه الخوت يعني كنعانيو من نفس المرض، جوج توفاو الله يرحمهم وباقي انا ودريه صغيره اختي يعني كنستعملو غير لاشيز، الاب ديالي كان توفى في 2010 الله يرحمه. المهم بقيت متابع الدراسه ديالي، خديت الباك ديالي في فيليير جيستيون كونطابل مونسيون تري بيان، دوزت الكونكور ديالي في لو سي جي، جبت لا ليست برينسيبال بروميير شوا هنا ديال كازا، ولكن المشكل اللي لقيت هو كيفاش ان غنكمل الدراسه ديالي في هذا لو سي جي، حيت المشكل هو الديبلاسمون شاك جور صعيب عليا بزاف، يعني ماشي غير صعيب يعني راه خاصك واحد يجلس من الخدمه ويقابلك باش يبقى يجيبك من تما، وعندي ثلاثه طاكسيات باش يبقى يهزك من طاكسي وهبطك في طاكسي ويهزك من طاكسي وهبطك في طاكسي ويجيب ثاني، الا كانوا شي دروج خاصو يعاونك فيهم يعني ضروري ابار التمار ديالك انت ولا فلوس المركوب ولا شي حاجه خاص واحد اخر يقابلك يكون معاك. لقيت صعوبه كبيره بزاف ما نكذبش عليك، راه عارف انت الدراسه يعني بدات، الوالده ديالي حاليا خليتها تما في الدروه مقابله واحد الاخ ديالي مريض نفسانيا كبير يعني داير الفوضى تما، بغى دير الترونسيس تما، غير الناس معاونين بحال ما هكا باش ديه تما للسبيطار، يعني ما نكذبش عليك المعاناه كثيره وكبيره بزاف واللسان كيعجز على القول. ما نكذبش عليك المطلب والطالب ديالي الوحيد هو القلوب الرحيمه المحسنين والمحسنات يشوفوا من هذه الحاله هذه، ما نكذبش عليك انا بغيت غير الدويره كيف ما كانت يعني غير على قد الحال، غير سكينه اللي يخلص لي الكره الله يرحم ليكم الوالدين باش نتابع الدراسه ديالي، حيت ما بغيتش نكذبش عليك ما بغيتش نتوقف من ديك الظروف كامله اللي دزت منها ودزت مصعب وما توقفتش وما بغيتش نستسلم على الحلم ديالي. ما نكذبش عليك انا ماشي داك الشخص اللي كيقولوا عليه الناس بانه راه حتموا عليه الظروف ما كملش شي حاجه كان باغي، لا انا بغيت نكون داك الشخص اللي يقولوا عليه الناس بانه تحدى ديك الظروف وصل لديك الحاجه اللي باغيها. وما نكذبش عليكم رغم ان السن ديالي عندي 19 سنه الا والدماغ ديالي عنده 38، ديما غادي بالبرينسيب بان الدماغ كيكون ضوء بالعقل، ما نكذبش عليكم بغيت نتحدى هاد الظروف وبغيت نوصل وبغيت نحقق المبتغى ديالي والاحلام ديال الاهداف ديالي كبيره، لعل وعسى ان شاء الله ناخذ الدبلوم في هذه الدراسه نخدم على بروجي ديالي، المهم بغيت نحقق الاحلام ديالي ان شاء الله. باش نقول لك انا في القاموس ديالي انا ما كنامن باعاقه وحده هي الاعاقه الذهنيه، اما ليش نسمي انا من ذوي الاحتياجات الخاصه حيت داك الشيء اللي نقصوا لنا الله في الصحه زادوا لي الله في العقل ولله الحمد، يعني قادر ندير بزاف ديال الحوايج رغم انني عاجز عن الحركه بدماغي نقدر نوصل لبزاف ديال الحوايج ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ما مكتب كنطلب منهم انهم شي واحد يتعاون معايا يعاونني على الكره على الحاله الاجتماعيه، ما نقولش لك ما نقولش لك ما شبه منعدمه يعني ما نقولش لك لاقصى درجه، عايشين غير مع الناس بحال ماكو بحال وجوههم الله يجازيهم بالخير، يعني كاين هذا اللي كيعطيك كل واحد وكيعاونك باش ما قسم الله باش عايشين معاهم الحمد لله الله يجازيهم بخير. انا كنطلب دابا غير هنا شي سكن قريب للمدرسه باش نقرب للمدرسه باش تسهل عليا نبقى نمشي ونجي، حيت الا بقات غدك الوالده وتجيبك يوميا غتخلي اخت ديالك صغيره حتى هي صغار منك حتى هي نفس الحاله، يعني ملي ما عطاتش ليها كاس ديال الماء ما كاينش اللي غيقربوا لها ولا ما عطاتش تاكل ما كاينش اللي غيوكلها، هذا ما كان اخويا. انا شفت غير واحد السيد الله يرحم ليه الوالدين الله يجازيه بخير خلصت لي شهرين مع السيد مول الكره ديال الدار حتى والله يرحم ليه الوالدين تساهل معنا لاقصى درجه، خلصت لي واحد السيده شهرين بعدا قالت لي بين ما بدا بعدا ويحن الله يدير الله حتى ولدي الخير. دابا معايا انا قلت لك ما قلت لك مخلي الوالده ديالي تما مقابله اختي صغيره حتى هي اونديكابي والاخ ديالي اللي مريض نفسانيا كضارب معاه باش دير الترونسيس
وتخيلي الله يرحم لي الوالدين اقسم بالله العلي العظيم الا بارك من الخدمه نبطل الخدمه وبارك مقابلني هاد الساعه هذه بين ما لقينا شي حل داك الاخ ديالي باش الوالد تلتحق عليا انا حيت راه كيف ما قلت لك راه اللي ما ماتش ليا شي واحد كاس ديال الماء راه ما كاينش اللي يعتقني به ولا يقربوا لي. شنقول لك كنوجه رساله للمحسنين والمسؤولين وذوي القرب الرحيمه الله يرحم الوالدين اللي يشوفوا من هذه الحاله باش مسخام الله وقال لك الخير قد ما جا كينفع. الله يرحم الوالدين يعني ما انا ما كنتشرطش باغي هذه ولا باغي هذه اللي كان انا بغيت غير يعني شحال ما كان يعني انا بغيت غير فين تسر فين نقرب كيف ما كانت غير نقرب غير المدرسه المهم انا ما بغيتش نتنازل للدراسه ديالي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma